حياكم الله مشاهدين ومتابعين قناة الأيام الفضائية بحلقة جديدة من برنامج إيتاك. مثل كل حلقة فاصل، بعدها نرجع للأخبار والفيديوهات والترندات. ابقوا ويانا. اهلا بكم مشاهدينا، واول منصه برنامج إيتاك هي منصه الفيسبوك. هاي المنصه دائما نختار بها الفيديوهات والترندات المحليه والعربيه والعالميه واللي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي وايضا القنوات الفضائيه. اول خبر عندنا بمنصه الفيسبوك عن اكله المندي. كل العراقيين يحبون هذه الاكله، هي أكلة يمنية دخلت بالآونة الأخيرة واجتاحت إعجاب أو نالت إعجاب كل المواطنين العراقيين. مدخن أو مدفون الدجاج ومدفون اللحم، وبدأوا الناس يرتادون المطاعم ويطلبون هذه الأكلة. لكن بعد أن نشوف هذا الفيديو قد تتغير وجهة نظر الناس عن ارتيادهم للمطاعم وتناولهم للوجبات الغذائية. خلينا نشوف الفيديو. اللي يشوف الفيديو مستحيل يقتنع ويقول انه هذا المكان يتم به تجهيز الطعام للزبائن اللي يرتادون المطاعم. اللي يشوف الفيديو يقول هذا مكب نفايات، مخزن للسكراب. كيف يتم تصنيع الغذاء او الطعام للزبائن بهيك مكان؟ وين الرقابة؟ الرقابة الصحية بوزارة الصحة المفروض تكون اكو هناك رقابة يعني دورية للمطاعم. هذا الشيء يؤدي إلى يعني انهيار بالصحة، صحة المواطن، يؤدي إلى التسمم الغذائي. بفترة مسبقة تم رصد مطعم سجلت باليوم الواحد 500 حالة من التسمم. سدوا المطعم على اعتباره وشمعوه، لكن بعد كم يوم تم افتتاح المطعم ويرجع المطعم يزاول عمله بصورة طبيعية ويستقبل الزبائن ويقدم لهم الطعام. سؤالنا هو شلون يعني تم فتح المطعم مرة ثانية بعد غلقه؟ المفروض وزارة الصحة تشكل وتهيئ رقابة دورية على المطاعم، على كل الأماكن اللي تجهز الطعام للمواطن العراقي. فكرة حلوة لو قدروا أنه يجهزون أو يوفرون المطاعم شاشات تبين للزبون وهو طالب الوجبة مالته كيف يتم تحضير الأكل له، حتى على الأقل نضمن صحتنا وسلامتنا. وأكيد هو المواطن العراقي هو يرتاد المطعم في سبيل أنه ينفه عن نفسه، بالتالي إذا كان المكان اللي يتجهز به الأكل بهاي الصورة المرعبة صراحة، بالتالي ما راح تتغير نفسيته، وإنما راح يصير عنده تسمم ويفقد يعني احتمال يفقد حياته. هذا الخبر اللي في الفيسبوك أول خبر.
الخبر الثاني عن العتبات المقدسة وتحديدا العتبة الحسينية، كيف دائما ما تكون سند للمحتاجين للفقراء وتوفير لهم العلاج المجاني. راح نشوف الفيديو مشاهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لله سبحانه وتعالى، والشكر لسيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، والشكر للسيد السيستاني، والشكر لممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في بناء هكذا مؤسسات عملاقة، مؤسسات طبية وصحية في محافظة كربلاء، وكلها من خيرات الحسين حتى تكون هاي المستشفيات الأولى في العراق لمعالجة المواطنين. منذ افتتاح هذه المستشفيات ساهمت هذه المراكز الصحية والطبية بمعالجة الكثير بل الآلاف من أبطالنا من القوات الأمنية ومن ملبي فتوى الدفاع الكفائي، فضلا عن معالجة الآلاف من المواطنين العراقيين، وكل هاي ضمن مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء والمحافظات العراقية الأخرى، وكل هاي من خيرات الإمام الحسين عليه السلام وبالمجان. 5 مليار، 10 مليار، بل أكثر من هذه المبالغ تم إنفاقها في مستشفيات العتبة الحسينية، منها مؤسسة وارث الدولية ومستشفى الإمام زين العابدين ومستشفى السيدة خديجة ومستشفى الدكتورة الوائلي ومركز الإمام الحسن ومركز السيدة زينب. المستشفيات اللي ساهمت بمعالجة العراقيين نفسها اليوم تعالج ضيوف وزوار الإمام الحسين الوافدين من لبنان إلى مدينة سيد الشهداء وبالمجان. مو جديدة على العتبات المقدسة كيف دائما تطلق حملات الرعاية والحماية وكيف تغيث المحتاجين، سواء من مثل ما قال بالفيديو المصابين من قواتنا، قوات الحشد وقوات الجيش، وأيضا من الوافدين من ضيوفنا في بلد لبنان الشقيق. طبعا مشكورة جهودهم المبذولة، مشكورة مراجعنا العظام وعلى رأسهم آية الله العظمى السيد علي السيستاني بهذه الخطوات المباركة وهي الجهود المبذولة لخدمة الأمة وخدمة المواطنين، وأيضا بعطائهم اللامحدود. الكلمات تعجز طبعا أمام هذا العطاء اللي دائما ما تقدمه إن العتبات المقدسة. طبعا ما تتوقف الأمور عند العتبة الحسينية، العتبة العباسية أيضا أطلقت حملة إعلان عن توفير الأفرشة والأغطية والبطانيات ضيوفنا في بلد لبنان الشقيق. بهذا الخبر نعرف أنه العتبة العباسية جهزت ضيوفنا بالأغطية والمفارش لإيصالها إلى ضيوفنا من بلد لبنان الشقيق. نشوف الفيديو. معروفين العراقيين بكرمهم، هذه مو أول مرة، سواء من العتبات المقدسة، سواء من الوزارات، سواء من المواطنين. تصدقون أنه حتى بمواقع التواصل الاجتماعي دائما أنا من الناس أتصفح أنه أشوف البيجات والصفحات كلها تتكاتف، أنه بما أنه حل موسم الشتاء وبدأ الجو يبرد الحمد لله بعد ما شوية خلصنا من حرارة الصيف، بدأت الناس تطلب أنه يعني ناس تجمع من ناس كسوة الشتاء لأهلنا وضيوفنا الوافدين من بلد لبنان الشقيق. يطلبون منهم أنه يتم تجميع هذه الملابس وحتى كافة الاحتياجات والحاجات، أنه تجميعها وإرسالها لشركة معينة أو لمكتب معين ويتم استلامها وبالتالي إيصالها لضيوفنا ولناسنا وأهلنا وحتى للمحتاجين، حتى قبل لا تصير هذه الضربة على جنوب لبنان الشقيق كانت
أيضاً هناك أكو حملات من مواطنينا، إحنا معروفين بالكرم ومعروفين بحب يعني التعاون، فهذه يعني فيض من غيظ هذا الشيء اللي دا يصير من بلدنا العظيم. أيضا بخبر على الآخر على منصة الفيسبوك نشوف من الصفحة الرسمية لجهاز الأمن الوطني العراقي: يهربون البشر أيضا، القبض على تاجري مخدرات دوليين في البصرة وآخر في الرمادي بعد متابعة لثلاثة أشهر. تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة من استدراج تاجري مخدرات دوليين، حيث ضبط بحوزتهما كميات من مادة الكريستال المخدرة، وقد اعترف المتهمان أثناء التحقيق بقيامهما بإدخال المخدرات من دول الجوار وارتباطهما بعصابات إقليمية، فضلاً عن تورطهما في تهريب العمال الأجانب. المخدرات كل فترة تطلع لنا شغلة عن المخدرات، هاي الآفة اللي بدت تنخر بمجتمعنا. هذه الآفة اللي بدت مو بدت، هي هددت حياتنا وهددت حياة أولادنا وأخوتنا وكل شبابنا. هذه المادة السامة، كان العراق في فترة مضت هو معبر لهذه المواد، لكن الآن أصبح سوق يتداولوه حتى يتم بيع وشراء هذه المواد. نتمنى من مفارزنا يعني نشد احنا على ايديهم انه تمكنوا من القاء القبض على هؤلاء. طبعا والاخبار او التحقيقات قالوا انه تم ضبط ما يقارب 6000 حبة من الكبتاغون المخدرة، هذه بإمكانها وكفيلة أنه تهدم مجتمع بأكمله. نتمنى من قواتنا الأمنية، نتمنى من مفارز جهاز الأمن الوطني أنه يشوفون حل للحد من انتشار المخدرات والكريستال وكل الأمور اللي دا تأذي المجتمع. الجرائم اللي دا تصير بمحافظة بغداد وكل المحافظات هذه ما هي إلا تأثير على تأثير المخدرات. نسمع أب قتل ابنه، إحنا كنا وين نسمع هيك حادثة ونستغرب لها، هسه صارت شغلة عادية، زوجة تقتل زوجها، ابن يقتل أبوه، أخ يقتل أخته، كلها بفعل هذه المخدرات. نتمنى ونأمل أن نتخلص من هذه الآفة اللي أذتنا. مشاهدينا، خبر آخر على هذه المنصة تخص وزارة المالية. وزارة المالية أطلقت فرصة الاستثمار. بهذا الفيديو راح نتعرف عن هذه الفكرة، نشوف الفيديو. وزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي وفرت الأصدار الجديد من سندات إنجاز الحكومية، والتي تكون بفئتين 500 ألف دينار والمليون دينار، وفوائدها كل 6 أشهر، وهي متاحة لمدة من 14 من الشهر العاشر ولغاية 19 من شهر 11 الجاي. واللي يسأل عن قيمة الفائدة 500 ألف، فهي 6.5%، أما فائدة المليون دينار فهي 8.5%. وأهم شيء سندات بضمانة وزارة المالية، والاستثمار بالسندات راح ينطيك عائد مضمون، والحكومة تضمن لك الفائدة وقيمة السند بوقت الاستحقاق، إضافة إلى سهولة تداولها وشرائها من أي مصرف معتمد. والسندات تناسب جميع الفئات، يعني مواطنين وشركات ومختلف المؤسسات، وتقدر تختار المدة اللي تناسبك. لا تفوت فرصة الاستثمار بسندات إنجاز، لا راح تجيك منها عوائد مالية مستمرة. فرص المستقبل تبدأ اليوم، احجز سندك هسه. هذا الفيديو بالتأكيد يفيد العاملين بالقطاع الخاص، يفيد المواطنين أو الموظفين اللي دخلهم أكثر من المتوسط، يقدرون يستثمرون أموالهم، يقدرون يشترون السندات من مصرف حكومي وبتأمين من وزارة المالية، بدل ما يتعاملون مع الشركات الوهمية، الشركات المزورة اللي دائما ما يتم النصب والاحتيال بها على المواطن، وأيضا التخلص من المداولة اللي انتشرت بالفترة الأخيرة وصارت يعني منتشرة بهذه الفترة. وبالتالي يقدر المواطن العراقي أنه يأمن على المبلغ المالي اللي يخليه، وأيضا من مصرف حكومي ومن وزارة مالية ومن استثمار مضبوط ومضمون. أيضا الخبر الآخر على هذه المنصة مشاهدينا، تشوف الخبر:
أنا تقصدت ما أقرأ الخبر حتى تشوفون الفيديو، وأتحداكم إذا افتهمتوا شيء من الضباب اللي موجود. هذه ظاهرة يسموها الضبخان، مثل ما عرفتها، أنه من يجتمع الضباب مع الدخان بالتالي يتم يصير جو بغداد بهذه الصورة صراحة المؤسفة. دائما نتمنى يحل علينا فصل الشتاء حتى نتمتع بالجو النقي. قبل فترة مو بعيدة بدت الناس ومواقع التواصل الاجتماعي واستنفرت انه دا يشتمون رائحة كبريت بالجو، وبدأوا الناس اللي يعانون من مشاكل بالجهاز التنفسي انه يرتادون المستشفيات، وناشدنا وقالوا الناس انه يا حكومتنا يا جهات معنية انه حاولوا تعالجون هذه القضية لان اكو ناس تتأذى. وبالتالي صرح رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني انه هذا بسبب معامل الطابوق، وانه راح يتم استبعاد المعامل، وايضا قلنا انه هذه ايضا بسبب محطات الكهرباء الموجوده اللي تنفذ سمومها بجو العراق، والموضوع لا زال مستمر دائما او صارت موديل انه صباح بغداد برائحه الكبريت. وبالتالي انا اعرف ناس مقربين كلش بدات تظهر عندهم تحسسات جلديه بسبب هذه السموم اللي يستنشقها المواطن العراقي. نتمنى بصوره سريعه يعالجون هذه القضيه على الاقل حتى الناس يعني تامن على حياتها، واللي عنده مشاكل صحيه يعني شلون. في احدى المرات واحدة من المواطنات تقول يعني أنا كنت قبل أقعد الصبح أفتح الباب حتى أستنشق الهواء الملوث اللي بالبيت، بالتالي هسه تقول صارت الحالة معكوسة إنه أنا قمت أسدد البيبان حتى لا أتنفس هواء بغداد. إن شاء الله تنحل هذه القضية. ومن هواء بغداد الأبو جنة وما أدراكم ما أبو جنة، راح يصير عندكم شغف حتى تعرفون أبو جنة، راح أخليكم تشوفون الفيديو. يلا بوش أبو جنة اليوم جابوا لكم تاهو تاهو بتاهو يا ولف القلب حبك وتاهو. أبو جنة شو قدم عروضه اليوم؟ هاي السيارة باسمي احوله باسمه ابو بواشر. هذا شو يشيل؟ هاي هذه تنشال خطرتين مو خطره واحده. اللي يشيل هاي السمكه. ايه اللي يشيل هاي السمكه لمده 3 دقائق. يلا يا شباب قولوا يلا يربح هاي السياره مباشر من اسمي على اسمه. شو رايك هذا لازم يشيل ابو جنة 20 مره. شادر شو يشيل؟ نعاونكم نعاونكم يعاونهم والله ما تورط. يلا ابو جنة ايه يلا يلا بس لا تبقطونه. الله 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 السيارة مباشر من اسمي على اسمي. عادل علي شو استجاح واحد ان شاء الله شو تعتبره؟ انت؟ ايه وحش حتى الوحش ما بيشعر ديناصور. كل عقلك اخو ابو سيما شريف. ما حد ما يقدر مو بس بالعراق، هاليوم صرت على الوطن العربي. يابا على الوطن العربي على الوطن العربي على العالم بلا منافس بلا منازع اقوى ابو سيما شريف ما حد ما يقدر لي. أبو جنة تحدى جماعته وقالهم إذا تقدرون تشيلون هذه السمكة راح تكون لكم سيارة فارهة. طبعا انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحصلنا كثير من التعليقات على هذا الموضوع. أول تعليق من علي السياب، هي 10 ما شايلينها تريد واحد يشيلها؟ لا نو بـ3 دقائق.
تعليق آخر على هذا الموضوع، هاي اللي يشيلها فلوس التاهو يصرفها بالهند علاج فقرات، من رضا الناصري. أيضا تعليق آخر على سمشة أبو جنة، وهي بالأساس خربانة الله يعلم من شوكت بالتبريد، لأن حتى لونها صاير أسود، من دكتور عمار. وآخر تعليق، شيلها أنت أبو جنة وحدك وآني أنطيك التاهو، من علي عماد. يعني فتشي طريف من أبو جنة، وهذه السمشة العملاقة، طبعا هذه المعلومات سمشة يسموها التونة، سمشة غالية كلش. أيضا عندنا من وزارة التربية، امتحنوا طلبة نتائج أو الدور الثالث بالثالث المتوسط، ويعني علنا ونتائج هذا الدور للعام الدراسي 2023-2024، ونتمنى إن شاء الله من طلبتنا أنه يجتازون هاي المرحلة، واللي ما توفق في اجتياز هذه المرحلة مو نهاية الدنيا، أكيد المستقبل قدامك وتقدر أنه تتقدم وتكمل مسيرتك العلمية. مشاهدينا وصلنا لختام منصة الفيسبوك، منصة الانستغرام، بعد الفاصل ابقوا ويانا. اهلا بكم مشاهدينا ومنصة الانستغرام. ايضا كثير من الفيديوهات على هذه المنصة اختاريناها لكم. اول خبر عن الاستهداف الغاشم على منزل رجل الدين صدر الدين القبنجي في محافظة النجف الاشرف ندين، ونستنكر بشدة وبأشد العبارات، وجميع فئات المجتمع تستنكر، وكل الشخصيات المعروفة والبارزة، هذا الاستهداف على منزل رجل الدين صدر الدين القبنجي. نشوف الفيديو مشاهدينا. شاهدنا كيف تم استهداف منزل رجل الدين صدر الدين القبنجي في محافظة النجف الأشرف. نتمنى من الجهات الحكومية ومن قواتنا الأمنية أنه يكثفون جهودهم المبذولة بالقبض على الجنات، لأن مثل ما تعرفون محافظة النجف الأشرف هي محافظة رجال الدين وعلمائنا وعلماء الدين، هي خط أحمر. نتمنى أنه يتم إلقاء القبض على الجنات وإنزال أشد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هيك حادثة أو جريمة بشعة في محافظتنا، محافظة النجف الأشرف. أيضا بمنصة الإنستغرام عندنا خبر في محافظة البصرة، كلنا نسمع عن الحرائق اللي تصير سواء في فصل الصيف سواء في فصل الشتاء، دائما ما يعزون الحرائق لي التماس الكهربائي لاستخدام مواد البناء الغير مرخصة. ما ننسى حريق الحمدانية، هذا الحادث المفجع، وحريق المستشفيات، مستشفى الخطيب ومستشفى الشفاء، وأيضا بعدها يعني مكانات شارع الظلال بعدهم ما معمريها وما مرمميها، هذا الحريق اللي استعرت به النار والمكان اللي استعرت به النار وخسروا الناس ما يقارب 59 مليار دينار عراقي. تم أو استعرت النار من جديد في محافظة البصرة بإحدى محطات الغاز. نشوف الفيديو مشاهدينا. يملها كلش مسافة قريبة. وين؟ بس شوف شوف الماء شلون جاي يصب من هناك، شوفوا مصفى وقت بس مصفى ما جاي يصب ماي فوقي، شوف الدخنة انجيارة. شفنا الفيديو وكيف النار تستعر بمحطات الغاز. يعني نتأمل من وزارة الدفاع المدني أنه يتم تحديث الأجهزة اللي تستخدم في إطفاء الحرائق اللي تصير. إحنا يعني دنعاني بكل فصل، يعني إحنا فصل الصيف نقول ارتفاع درجات الحرارة وسوء الكهرباء وأيضا المواد، كل هذا تأثر بهذه الحرائق. إجا فصل الشتاء ردنا نرتاح، حمنا بالتالي صارت عندنا هذه الحرائق، وإن شاء الله نخلص منها. لكن نتأمل من وزارة الدفاع المدني أن تحدث أجهزتها
مادتها اللي تستخدم في إطفاء الحرائق مثلا على سبيل المثال. أبسط شيء بالإمكان أن يوفرون طائرات الإطفاء تكون أسرع، تكون إنجازها أسرع، وبالتالي على الأقل يعني إحنا الحمد لله بشارع ظلال ما كانت هناك خسائر بشرية، وأيضا بهذه المحطة ما كانت هناك خسائر بشرية، لكن الخسارة المادية أيضا هم تأثر على المواطن العراقي، وهذول كلهم أصحاب ناس يعني طالعين في لي يعني لمواجهة مصاعب الحياة. نتمنى أنه يتم تحديث الأجهزة. أيضا هناك رغوات لإطفاء الحرائق، ويا ربي إن شاء الله ما نسمع بعد عن أي حريق يصير لا بمحافظتنا ولا بكل محافظات العراق. مشاهدينا، خبر آخر عن نتنياهو. نعرف الاحتجاجات اللي صارت بكل الدول عن هذا المجرم الفظيع، كيف تتم، سواء تتم بالشوارع عن طريق رفع الصور، سواء عن طريق رفع الأعلام، سواء عن طريق الهتافات. لكن هالمرة الاحتجاج اللي صار بالسويد تحديدا في سوقهم من محتج بطريقة غريبة. نشوف الفيديو. هذا أبسط شيء يقدر هذا المحتج أنه يجسده حتى يوصل للعالم رسالته بمدى إجرام هذا نتنياهو، كيف هو يحمل الطفل الملطخ بالدماء، وهو أيضا ملطخين وجهه بالدماء، صورة كلش يعني معبرة، وهي رسالة للعالم كيف إجرام هذا الشخص. طبعا هذا الفيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة كلش كبيرة، وحصدنا أيضا تعليقات عن هذا الموضوع من وسام فرحان. ليس تجسيد، هذا هو المشهد بعينه فعلا، وهذه حقيقته، حقيقة نتنياهو. أيضا تعليق آخر، فعلا إنها الحقيقة المرة التي يعيشها إخواننا في فلسطين. أيضا تعليق آخر عن هذا الموضوع، هل عقلتم يا حكام العرب المتصهينون إنهم ليس مسلمين وليس عرب، لكنها إرادة الله التي فضحتكم يا خونة، من عبد الأمير عبد الرزاق. وأيضا آخر تعليق من نور إسماعيل، في وقت يتظاهر العالم بوجه ممارسات عدونا للأسف يسخر بعض العرب، يسخر بعض العرب إعلامهم وأبواقهم للسخرية من أي انتصار. حكيناها ونقولها ونكررها، هؤلاء الغير مسلمين أفضل من كثير من العرب اللي حرامات نسميهم عرب، اللي واقفين وقف المتفرج أمام هذه القضية الإنسانية البحتة. أيضا عن وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى الصين، ولكن تتفاجأ كل الناس أو كل الشخصيات من يزورون دولة يستقبلوهم بالمطار. خلينا نشوف شلون الصين استقبلت وزيرة الخارجية الألمانية. استغربت من عدم استقبالها بالصين، لكن ما استغربت من صرحت بفيديو أو بتصريح بعد مرور ذكرى العام على العدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة، كيف يعني قالت بالإمكان أنه الاحتلال الصهيوني يدافع عن نفسه، بالإمكان أنه يقتل الناس، بالإمكان أنه يقتل الأطفال والأبرياء والناس العزل، بالإمكان أنه تنحرق الملاجئ، وبالإمكان أنه تهدم الدور السكنية والعمارات السكنية وتقتل الناس العزل وتحرق خيامهم، هذا عادي مو مشكلة. لكن استغربتي من ما حد استقبلش في نزولش إلى الصين، هذا دليل
على وزيرة الخارجية الألمانية المطبعة مع الكيان الصهيوني والمتضامنة مع العدوان الصهيوني على شمال قطاع غزة، وأيضا دليل على أنه الصين متضامنة. هذا أبسط رد منهم تضامنا مع القضية الفلسطينية. هناك أيضا سبب ثاني، هذا إذا دل يدل على سوء العلاقات السياسية بين الشرق والغرب، على اعتبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا. الصين هي حليفة لروسيا، وألمانيا وحلف الناتو هي حليفة لأوكرانيا. هذا أيضا خبر على هذه المنصة. نرجع لقوات الاحتلال وجرائمهم، يلومون المقاومين من يقاومون الاحتلال ويقاومون الجرائم. بفيديو مؤلم نشاهد كيف يتم تنكيل أهلنا بشمال غزة من قوات الاحتلال، كيف يتم التعامل معهم. طبعا هذا فيديو بسيط للجرائم البشعة اللي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين. خلينا نشوف الفيديو. فيديو يصرخ من ذاته الله أكبر. ابن يبكي على أبوه بهذا المنظر المرعب. يستمرون بقتلهم، يستمرون بتعذيبهم لهم، هم بعيدين كل البعد عن الإنسانية. تترجوهم أن هم يتأثرون ببكاء طفل على ابنه أو بكاء أم على ابنها وهو مدفون بين ركام الأنقاض، أو على بكاء أب على بناته. هم هذول الاحتلال الصهيوني اللا إنسانيين. أيضا الاحتلال الصهيوني بعدوانه على شمال غزة كان هدفه أنه يبسط سيطرته ويوسع سيطرته على شمال قطاع غزة. كل أهدافه ومخططاته أبشركم باءت بالفشل. ليش؟ لأن رجال المقاومة هم لا زالوا مستمرين بتصديهم وبدفاعهم عن أرضهم وعن يعني وحدتهم. وأيضا الاحتلال الصهيوني دائما ما يسوي تعتيم إعلامي عن كل الخسائر سواء المادية سواء البشرية، وبالتالي إحدى الكاميرات المسربة نقلت لنا كيف يتم نقل المصابين والقتلى من قوات الاحتلال عن طريق طائرة الهليكوبتر. خلينا نشوف الفيديو. يتوقعون أنه بهجومهم المستمر على شمال قطاع غزة راح يقدرون يثنون رجال المقاومة عن الصبر والقوة والشجاعة، لكن هيهات راح يبقى رجال المقاومة يقاتلون بكل قوة، كل بسالة، كل شجاعة، كل جسارة، حتى يدافعون عن قضيتهم وهي استرداد حقهم المشروع في أرض الأقصى. أيضا حول هذا الموضوع تنهال أو ردود رجال حرب الصهاينة بدأت تنهزم أو تتراجع بعد مرور عام من الحرب العسكرية على شمال قطاع غزة، بعد مرور عام على العنف اللي واجهه أهالينا وأخوتنا في فلسطين العزيزة. لكن المجرمون بوقت متأخر اكتشفوا أن القوة مو كل شيء. خلينا نشوف تصريحاتهم الذليلة شنو كانت. بيدخلوا
ביטחוני ועניין מוסרי. מאז שהתנגדתי בקריאה הראשונה, המצב החריף. יש לנו יותר חזיתות פתוחות, יותר חיילים פצועים, לצערנו גם יותר חללים. כי לא כל מטרה ניתן להשיג רק בפעולה צבאית. הכוח אינו תכלית הכל. בבואנו לממש את חובתנו המוסרית והערכית להשיב את החטופים לביתם, נידרש לפשרות כואבות. وزير الدفاع الاحتلال الصهيوني يبدو أنه على خلاف مع نتنياهو بهذا تصريحه اللي أبدأ بضعفهم وتخلخل قوتهم. نتنياهو حاول مؤخر أن يقيل وزير الدفاع، هاي من جهة. من جهة ثانية دائما الاحتلال الصهيوني كان عنده مخطط وهدف أنه أول شيء يقضي على المقاومة، اثنين يحاول أنه يسيطر على شمال قطاع غزة، ثلاثة يحرر الأسرى، وبالتالي ولا مخطط من مخططاته اللي راد ينفذها صارت. هاي من جهة. من جهة ثانية أيضا بدأت الأهالي بتل أبيب تحتج والطالب بتحرير الأسرة، وهذا إذا يدل على ضعف حكومتهم، وبالتالي تخلخلت صفوفهم وأصبحت صفوفهم ممزقة واقتربوا من الهزيمة بشكل لا يصدق. بالكلمة الأخيرة أيضا قوله أنه القتلى خمسة، في يقول رجل الدين أو النائب والأمين لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه هذا الخمس رجال أو ثلاث رجال هم ما يعادلون 30 رجل منكم، بالتالي القتلى مستمرون والجرحى مستمرون ولا اجتياح بري. هذه نهاية منصة الإنستغرام. عندنا منصة إكس، لكن مشاهدينا بعد الفاصل ابقوا ويانا. مشاهدينا ومنصة إكس، حول اختيار شيخ نعيم قاسم الأمين لحزب الله اللبناني، طبعا بعد حسن نعيم، تغريدات كثيرة حصدناها من منصة إكس. أول تغريدة من محمد علي الحوثي: نهنئ حزب الله بانتخابه الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما، إن خبرته الطويلة وتفانيه في خدمة الحزب ووطنه تجعلنا نثق بقدرته على قيادة الحزب نحو مزيد من النجاحات والانتصارات، مواصلا المسيرة المباركة لسماحة القائد الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه في إيلام كيان العدو الصهيوني. تغريدة أخرى على هذه المنصة من الدكتور حمود النوفلي: نعيم قاسم نعمة على المقاومة، بصراحة كلمة القائد نعيم قاسم تبشر بالخير وتطمن أنصار المقاومة بأن مقاومتكم بخير وأن النصر قادم ولن تكون هناك تنازلات وأن العدو هو من سيصرخ من عملية إيلام العدو. تابعوا أخبار المقاومة ولا تلتفتوا لأخبار الخونة. أيضا تغريدة أخرى من ميس: في كل مرة يتحدث فيها نعيم قاسم نرى شجاعة الدفاع عن الحق. والتغريدة الأخرى في هذه المنصة من يزن: الشيخ نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله مبارك، رجل المرحلة، نتمنى له القوة والإصرار. أيضا تغريدة أخرى من غفران: الشيخ نعيم قاسم رجل صادق وحكيم، أثنى حياته في سبيل المقاومة وكان دوما سندا وعونا بثبات وإيمان لا يتزعزع. الشيخ نعيم خير من يحمل هذا الإرث العظيم بعد السيد حسن نصر الله، فهو يسير على نهج من سبقوه في العطاء والتضحية من القادة الشهداء، شيخ قاسم الخلف الصالح. أيضا هذه التغريدة من سرمد: على خطى الأمين يمضي النعيم، ألف مبروك لحزب الله اختياره للشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب، وأفقكم الله إلى ما يحب ويرضى ونصركم نصرا عزيزا. وهذه التغريدة الأخيرة من ثائر الغانمي:
قدرة المقاومة على التعافي نابعة من عمق امتدادها العقائد الذائب في الله، الذي يكون فيه الفرد مستعدا للفناء في سبيل إعلاء كلمة الحق وكسر جبروت الظالمين، ولأن حزب الله الثمرة الطيبة لذلك الامتداد، كان من الطبيعي أن يملأ فراغ قمته بقمم تديم زهو انتصاراته وتضمد أليم جراحاته. مبارك للأخوة في حزب الله انتخاب أمينهم العام الجديد سماحة الشيخ نعيم قاسم، دامت انتصاراته، ونقول أيضا مبارك لكم، وإن شاء الله النصر حليفكم والخزي والعار للاحتلال الصهيوني. ختام منصة إكس، عدنا قصة حدث مشاهدينا بعد الفاصل، ابقوا ويانا. مشاهدينا رجعنا لكم قصة حدث، تحدث هذه القصة عن الفيضانات اللي صارت في فالنسيا في إسبانيا، هذه الفيضانات اللي صارت بسبب التغير المناخي اللي حصل بالأرض، طبعا كانت نتيجة لهذه الفيضانات مقتل ما يقارب 100 شخص. نشوف الفيديو كيف كانت الكوارث فيه. من نايف العريفي يتحدث عن فالنسيا تتعرض لفيضانات مفاجئة مما تسبب في مقتل 100 شخص، وهناك تغير في المناخ في العالم ككل، لذا هذه الكوارث يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي مكان، وعلينا أن نفكر جديا في تحسين تصميم مدننا ونجعلها أقل خطورة في التصدي لمثل هذه الكوارث. خلينا نشوف الفيديو اللي يتحدث عن هذه الكارثة. مشاهدينا مثل ما شفنا الآثار الانهيارات اللي سببها هذا الفيضان بهذا الفيديو، هذا نتيجة التغير المناخي اللي حصل في الأرض، وبالتالي أيضا يتوقعون أن يكون هذا الشتاء معرض للأمطار ومعرض للفيضانات، وبالتالي راح تكون نتيجة لهذه الفيضانات كثير من الضحايا والمفقودين. نشوف الفيديو هذا. مشاهدينا، وبعد هذا الفيديو نتمنى من الجهات المعنية من وزارة البيئة والموارد المائية أيضا النظر بشكل جدي لهذا الموضوع حتى لا تتفاقم هذه الحالة، ونقدر نعالج هذه الأمور قبل أن يوصل للزراعة وأيضا الأمن الغذائي. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام فقرتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، في أمان الله.